اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تستر لنا بها عيوبنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها ديوننا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرج بها من القلوب أحزاننا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها أزواجنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتولى بها نشأنا وأولادنا وبناتنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتوالى بها الرحمة على حينا وجهتنا ويعم الأمن بلادنا والفرج ديارنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجمع أجسادنا على طاعته، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع أوقاتنا على متابعته، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع قلوبنا على محبته، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع أرواحنا على معرفته، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع أسرارنا على مشاهدته. سيد ضحكه التبسم، مشيه الهوينة، نومه الإغفاء، ليته خصني برؤية وجه زال عمن رآه الشقاء، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمعنا بسيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توردنا تحت لواء سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نكرع بها من يد رسول الله على حوض سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تأذن بها لكل حاضر وتكتب فيها كل حاضر في أهل الجمعية الكبرى في الفردوس الأعلى جوار سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بصلاة عموم الكائنات والملائكة التاليات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والملقيات والمدبرات في قولك إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم من أول النشأة إلى ما لا نهاية من الكمالات صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة كمال وسلام جمال، وأمدنا بالصلاة والسلام لندخل في دوائر الاتصال به ومظاهر الارتباط به فتغدو حياتنا أجمل وتغدو أمورنا أفضل، لأنه القائل صلى الله عليه وآله وسلم أكثركم علي صلاة أحاسنكم أخلاقا، أكثركم علي صلاة أقربكم مني منزلا يوم القيامة، ومن كان يوم القيامة قريبا من منزله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك ولا ريب أنه في هذه الدار الدنيا مقرب من هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام.